التعليم وما أدراك ما التعليم، واحد من أكثر الملفات الساخنة التي لا تهدأ وتظل دائما محملة بالجديد المثير في مرات كثيرة. اليوم بدأ العام الدراسي الجديد، أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة اتجهوا لأكثر من 30,000 مدرسة على مستوى المملكة، يشرف عليهم أكثر من 600,000 معلم ومعلمة. قبل بداية الدراسة، ما الذي قدمته الوزارة في الفترة الماضية وماذا ستقدم في الفترتين القادمتين أو في المدى القريب والبعيد، وبماذا ستجيب على عشرات الاستفسارات من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور والمجتمع؟ التعليم رهان كبير لتطوير وحضارة وثقافة أي مجتمع، فكيف نكسب الرهان؟ مئة وعشرة أيام منذ انتهاء عطاء المعلمين العام السابق، صيف ساخن بآراء مختلفة على كافة الأصعدة بالعديد من الملفات الساخنة، انطلقت بالعودة الجديدة للكادر الإداري في منتصف شهر ذو القعدة الفائت، وارتفاع رسوم المدارس الأهلية كان لها نصيب من ذلك، إضافة إلى إقرار نظام المقررات للمرحلة الثانوية على كافة المدارس. ولكن اليوم بداية جديدة لمن ثقلت مهامهم وازدهرت عقولهم ببرامج وزارة التعليم الصيفية، والتي تجاوزت 4,700 برنامج، حيث ضمت أكثر من 150,000 معلم ومعلمة. من المنتظر أن يرى المواطن انعكاسها على أبنائه وعلى مستوى البيئة التعليمية في كافة مراحلهم. وفي الثلث الأخير من هذا الصيف الطويل، والذي شهد عودة جديدة ومبكرة للإداريين والإداريات في منتصف شهر ذو القعدة، قرار هدفت من خلاله وزارة التعليم من عودة الكادر الإداري من أجل تجهيز المدارس، ولكن هذا القرار شهد شداً وجذباً بين مؤيد ومعارض ومتهكم. كم طاولة؟ أحد غايبة طاولات؟ ومع اقتراب العام الدراسي، معايير جديدة أطلقتها وزارة التعليم على المدارس الأهلية كنوع من التحفيز على زيادة الاهتمام في البيئة التعليمية كدعم رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين، إضافة إلى مدى الالتزام بنسب التوطين المقررة، فبقدر التزام المدرسة بتلك المعايير تكون المكافأة. موافقة وزارة التعليم على زيادة في الرسوم على أبناء المملكة، الأمر الذي أثار امتعاض كثير من الأسر. ومع بداية هذا العام، نظام موحد تنطلق به المرحلة الثانوية، وهو نظام المقررات، والذي يعطي الطلاب المرونة الكافية لاختيار المواد على المسارين التخصصي والإجباري على 6 مستويات خلال 3 أعوام، تتيح للطالب بناء اللبنة الأساسية لمستقبله. ولكن السؤال، ماذا ستقدم وزارة التعليم لأبنائنا الطلاب من مناهج تلامس الواقع وتواكب التقدم التقني؟ مشعل النفيعي، يا هلا. اولا نهنئ الطلاب والطالبات وزارة التعليم وكافة الكادر التعليمي والإداري ببداية الموسم الجديد، وسنلقي الضوء على مجموعة من الملفات. قبل هذا كله، اسمحوا لي اشكر زميلنا مشعل النفيعي على هذا التقرير. شكرا مشعل، اهلا بك في فريق يا هلا. هذا التقرير الاول لمشعل، سعيدين جدا بانضمامك وبجهدك وبحماسك، وان شاء الله نقضي مع بعض موسم جميل وناجح ومتفوق باذن الله. اسمحوا لي ارحب معي هنا في الاستديو بالدكتور نامي الجهني، وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية، والدكتور محمد المقبل، المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني والتعليمي. حياكم الله معنا في أهلا، وكل عام وانتم بخير. دكتور نامي، أبدأ معك. الشؤون المدرسية وحمل كثير وكبير عليكم، وملفات عديدة بصراحة ننتظر إجاباتها. في البداية، وش عندكم في الشؤون المدرسية مع بداية العام الجديد؟ في البداية أقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأهني جميع أبناء الطلاب
وزملاء المعلمين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات بمناسبة العام الدراسي الجديد، وأقول لهم عام مبارك بإذن الله، حافل بالإنجازات، حافل بالأشياء الجميلة لهذا الوطن المعطاء الذي ينتظر منا الكثير والذي يرقى بنا إلى عنان السماء. حقيقة هذا العام يتميز في بداية بالنسبة للوكالة، وكالة الشؤون المدرسية، أنه هو العام من بداية العام الدراسي يبدأ، وجميع أعمال الوكالة تمت الحمد لله بفضل الله عز وجل بشكل منتظم وشكل جيد. وأذكر على الخصوص هو تعيين المعلمين، فقد تم تعيين هذا العام ما يقرب من 9,000 معلم ومعلمة، كان تعيينهم مبكرا، حصلوا على التدريب اللازم المبدئي من أجل أن ينخرطوا في العام الدراسي بشكل منتظم، توزعوا على مدارسهم، بدأوا في عامهم الدراسي وبدأوا من اليوم وهم في مدارسهم من فضل الله عز وجل. جميل جدا. وإحنا نتكلم عن التجهيزات وإعداد المعلمين والـ9,000، كان في موضوع أثير حول وصول المقررات وعدم وصولها للمرحلة الثانوية، وبالذات لموضوع المقررات، وش حكايتهم؟ المقررات الدراسية طبعا الحمد لله عندنا المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة بكاملها وصلت الكتب الدراسية في وقت مبكر. المرحلة الثانوية بحكم أنه هذا العام هو العام الأول الذي يطبق فيه نظام المقررات، كان في إعداد كامل للمقررات الدراسية. عفوا دكتور، العام الأول اللي يطبق فيه المقررات في الثانوية، في المرحلة الثانوية نظام المقررات مطبق من فترة طويلة، لكن طبق بشكل عام على كل المدارس. الآن أصبح مطبق على كل المدارس. طيب وش اللي أخر وصول المقررات؟ هو حقيقة هذا يعني يخص كثير الزملاء في شركة تطوير والزملاء في من ناحية طباعة الكتب، فكان فيه جهود حثيثة بحيث أنه كل المقررات يتم تأليفها، يتم مراجعتها، فهذا أخذ وقت وجهد كبير من الزملاء، حتى أنه الآن يعني الآن تقريبا معظم المدارس وصلتهم معظم المقررات، قد يبقى بعض المقررات الوحيدة. لكن إدارة التجهيزات المدرسية أليست تابعة لوكالة الشؤون المدرسية الآن؟ أي نعم، بس هذه وكالة الشؤون المدرسية لديها التجهيزات المدرسية التي تختص بالسبورات والأجهزة بالأشياء اللي هي لها علاقة بالتجهيزات. الكتب المدرسية هي تتبع شركة تطوير والزملاء. طيب وش مبرر الوزارة بما أنك دكتور في الداخل لفكرة التأخير؟ يعني الناس جالسة تطرح في مواقع التواصل وفي الإعلام إجمالا أنه كان هنالك فترة كافية تقترب من 4 أشهر تقريبا، كان يفترض فيها أنه كل شيء يصير جاهز. هو حقيقة نعم، يعني خلونا احنا ننظر إلى الكأس كأن بالجزء المملي ليس الجزء الفارغ، يعني كثير من الأحيان وهذا ما يظهر في الإعلام أن نركز على جزئية صغيرة ونترك الجزء الإيجابي الكبير. فأخي مفرح، يعني فعليا الوزارة تبذل مجهود كبير جدا من عدة نواحي من كل الجهات. فإذا قلنا مثلا على سبيل المثال أن المقررات المرحلة الابتدائية بـ6 سنوات هي وصلت إلى المدارس في وقتها وتم توزيعها على الطلاب اليوم وبدأ الطلاب يدرسون في فصولهم، إذا كنا المقررات المرحلة المتوسطة وصلت إلى المدارس وتم توزيعها اليوم وبدأ الطلاب، المرحلة الثانوية معظم المقررات وصلت، يبقى قد يكون مقرر أو مقررين. تجهيز المقررات، ولا أتحدث عن الزملاء، ولكن هذا عمل أنا عاصرته في الجامعة، وكيف أنه يتم تأليف الكتاب وتم مراجعته ويتم التحقق من كل المعلومات والأمور هذه، عمل مضني حقيقة، عمل مضني ويحتاج جهد ويحتاج مراجعات ويحتاج فرق عمل كبيرة. الوزارة عندها جهد كبير في الأمر هذا، فلا نكون نحن كإعلاميين أو حتى كمواطنين بأنه إذا كان الوزارة لديها حسنات كثيرة فلا نركز على السلبية، دعونا نركز على الشيء الإيجابي، دعونا نفرح مع أبنائنا الطلاب وهم يكونون في أول يوم لهم في الدراسة، دعونا نفرح مع زملائنا المعلمين الذين هم فعلاً في هذا اليوم بدأوا من قبل صلاة الفجر، بعضهم انطلق إلى مدرسته أو بعد صلاة الفجر مباشرة يستقبل أبنائنا الطلاب ويرحب فيهم ويقول حياكم الله في عامكم الدراسي الجميل. قبل ما انتقل للدكتور، بس يعني وليس دفاعا عن الإعلام وغيره، يعني هل تعتقد يا دكتور أن اليوم لما نتساءل على عدم وصول المقررات وهو ألف باء التجهيز في التعليم، أنه نحن ننظر للكأس الفارغ ولا للجانب الفارغ ولا نركز على السلبيات ونترك الإيجابيات؟ يعني يفترض الوزارة أنها تتجاوز مثل هذه الأشياء الصغيرة. صحيح، ولكن أنت لما يعني إحنا ما نتكلم عن بناء مدرسة ولا نتكلم عن بناء وزارة، نتكلم على وصول مقررات وفترة 4 أشهر، يعني يفترض إنه الموضوع منتهي ومن حق الناس تتساءل. هو أنا ما لا ألغي حق التساؤل، حق التساؤل مشروع لكل شخص وهو من حقه إنه هو يسأل ويستفسر، ولكن أنا أقول
إذا كان لدينا إيجابيات دعونا نتحدث عن الإيجابيات ونستفسر هل هناك وسيلة أخرى تحسن من أدائنا، لأن التحسين عادة لا يأتي في لحظة، لا لن نستطيع أن احنا نرقى إلا بأنه احنا نبحث عن الأشياء الإيجابية وبعد كذا نجي نقول يا جماعة ترى ممكن تحسنون هذا العمل بشكل جيد. أنا أتفق معك، لكن مثل ما احنا نثني عليكم ونشكركم على تعيين 9000 معلم في وقت مبكر، من حقنا نلوم الوزارة أنه يعني يقعون في مطب صغير مثل هذا وتتأخر المقررات إلى الآن. إذا تتفق لا هو يعني ما أخفيك، يعني أنا لا أدافع عن الوزارة، ولكن أنا أنظر بنظرة أنه إذا تأخرت المقررات فهناك أسباب، لا نتوقع أن الوزارة هي قاصدة أنها تؤخر المقررات. هو لا يمكن تكون قاصدة، والأستاذ مبارك العصيمي في حسابه على تويتر وضح أنه عدم انتهاء الفريق المكلف بتطوير المقررات هو السبب. لكن حتى هذا العذر يعني ما أبغى أقول أنه أقبح من ذنب ولا أتبنى رأي معين، ولكن يفترض أنه ما نقع فيه بعد الفترة الطويلة اللي مرت فيها الوزارة. يعني هذا الطرح اللي يجي، وأتمنى الوزارة يكون عندها رد مقنع في هذا الاتجاه. دكتور، المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، يمكن أنتم في الوزارة عارفين تفاصيل المركز بس الجمهور والناس ما يعرفوا المركز هذا، فبماذا تقدم له؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم في قناة روتانا على الاستضافة، خصوصا أنها تزامنت مع بداية العام الدراسي. حقيقة في البداية أنا ودي أوجه يعني رسالة تهنئة بالعام الدراسي الجديد، ونتمنى إن شاء الله أنه يكون عام دراسي حافل بإذن الله، وخصوصا أن الاستعداد هذا السنة هذه أنا أعتبر استعداد مميز جدا، مثل أي استعداد قد يكون فيه بعض القصور وكذا، لكن السنة هذه أنا أعتبر الاستعداد استعداد مميز جدا، خصوصا توافق مع أن الوزارة لديها مجموعة من المبادرات تخدم رؤية المملكة 2030. هذه المبادرات بدأت الآن بالحراك، وبدأت الوزارة تنفذ هذه المبادرات انطلاقا لخدمة توجه المملكة 2030. نتمنى بحول الله إن شاء الله أن انطلاقة هذا العام الدراسي أنها تكون مواكبة للتطلعات، وإن شاء الله أنها تخدم رؤيتنا في المملكة العربية السعودية. حقيقة الجهود اللي تقدم داخل الوزارة جهود كبيرة جدا، وكلها حقيقة يعني يتم العمل فيها يعني استجابة لمتطلبات الرؤية مثل ما ذكرنا. القيادة الحمد لله على رأس الملك سلمان والأمير محمد الملك سلمان والأمير ولي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عزهم الله، يعني وفروا للوزارة كل المتطلبات سواء كانت المالية أو البشرية لاستثمار في هذا العنصر. العنصر البشري مهم جدا لتحقيق من يقود رؤية المملكة في التغيير. لذلك الوزارة حرصت على أن يكون هناك مركز وطني، هذا المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، وهو متخصص في تطوير الكوادر من معلمين وقيادات تعليمية ليكونوا متواكبين مع التغير اللي يحدث في المملكة العربية السعودية، وبالتالي يكون لهم إسهام في قضية تغيير العملية التعليمية داخل الصفوف، وبالتالي يكون عندنا الهدف النهائي أن يكون عندنا المخرج التعليمي قادر على حمل الرسالة اللي تحقق إن شاء الله متطلباته الرؤية. متى بدأ المركز دكتور؟ العمليات التأسيس للمركز هي طويلة جدا حقيقة، لكن العمل الفعلي تقريبا الآن من سنتين بدأ العمل الفعلي في المركز الوطني للتطوير المهني. الآن تقريبا أتمينا العام الثاني في المركز الوطني، وبدأنا بمجموعة من المشاريع اللي تخدم إن شاء الله تطوير المعلمين والقيادات التعليمية. جميل. التدريب وأمور التدريب، يمكن هذا الصيف شهد يعني دورات تدريبية ومجموعة من الدورات لتأهيل المعلمين، وش تكلمنا عنها وش دور الوزارة فيها؟ خليني أخذ فيها رحلة حبيته. طبعا في بكورة أعمال المركز الوطني اللي هو برنامج خبرات. برنامج خبرات هو برنامج لإرسال مجموعة من المعلمين، وهو يعني بالمعلمين بشكل مباشر، إلى مجموعة من الدول ذات التعليم المتميز، ويكون التعاقد مع بيوت خبرة عالمية، وفي الغالب أنها تكون جامعات. المعلمين يخضعون إلى دورات تطوير اللغة الإنجليزية، وبعدها يدرسون النظام التعليمي في الجامعة كفلسفة إيش ما كان تخصص المعلم؟ طبعا نختار تقريبا كافة التخصصات،
طبعا المعلمين في المرحلة الابتدائية والصف الأولى هم أكثر نسبة من المعلمين، يليهم نسبة من معلمين المرحلة المتوسطة والثانوية، أيضا مديري المدارس ومديرات المدارس والمشرف عفوا والمرشدين الطلابيين والمرشدات والمشرفين اللي لهم علاقة مباشرة بالصف، فيعني ما يشارك في البرنامج هذا إلا من له علاقة بالعملية التعليمية داخل الصف مباشرة، يعني المشرفين داخل الوزارة أو داخل إدارة التعليم ما يشاركون في البرنامج. اختياري ولا إجباري المشاركة فيه؟ البرنامج هذا يخضع إلى إجراءات طويلة جدا وقد تكون معقدة إلى درجة ما، لكن نختار الأفضل من المعلمين حتى أنهم يشاركون في البرنامج هذا. بعد ما نرسلهم للجامعات ويشاركون ينغمسون في عمليات التعليم والممارسة داخل المدارس في الدول الصديقة. أيه؟ الآن يشاركون تقريبا في حوالي 6 دول بعد ما يعودون. ممكن نذكرها دكتور؟ إيه، عندنا الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، طبعا كانت كندا وفنلندا، المملكة المتحدة، أستراليا، نيوزيلند، كل هذه الدول هي من الدول اللي يشارك فيها معلمين الآن في البرنامج هذا. لمدة كم؟ متى ينتهون؟ البرنامج طبعا هو أفواج، كل على حسب تعرف الكالندر والتقويم الدراسي في العالم يختلف، شمال الأرض يختلف عن جنوب الأرض، بالتالي التفويج يتم على متى ما انتهينا بالعقود مع الجامعات وجهزت، لأن كل جامعة نشتغل معها تكون عندها شبكة من المدارس، بالتالي هم يأخذون الأجزاء النظرية في الجامعة بالإضافة إلى تقويتهم في اللغة الإنجليزية، وبعدها ينزلون للمدارس اللي تتبع الجامعة تحت إشراف الجامعة، بالتالي يمارسون العملية التعليمية. جميل دكتور، إذا تسمح لي خليني أشبك معك حكاية المعلمين، بما أنه تحدثنا عن المعلمين قبل شوي، كيف تشوف تأهيل المعلم السعودي اليوم؟ بكل صراحة لابد أن نكون عدلين، يعني لابد أن يعني لا نطرئ أنفسنا ونقول نحن الأفضل، ولا نقلل من دور المعلم، فالمعلم هو من صنع الوزير ومن صنع الطبيب ومن صنع المهندس، فهناك قامات حقيقة، قامات موجودة لدينا في الوطن قدمت وأعطت الكثير، ولا زال هناك قامات تقدم وتعطي، حتى من خريج حديثي تخرج من له سنة وسنتين قد تفانى في خدمة العلم من أجل العلم ومن أجل رفعة الوطن. دائما أنا أقولها يمكن حتى مع الزملاء بعض الأحيان في المركز، بقول لهم المعلم هو مثله مثل أي وظيفة أخرى، يحتاج أنه يصقل مهاراته بين فترة وفترة أخرى. إذا أحسن الاختيار المعلم واخترنا المعلم المناسب، فسوف يحتاج هذا المعلم أنه يكون في بيئة مناسبة، وبعد ذلك يحتاج بعض التدريبات التي تهيئه وتجعل منه شخص يصقل مهاراته. الطبيب يحتاج بعض التخصصات، بعض الدورات اللي هي يحتاجها من أجل أنه يصقل مهاراته. المهندس كذلك، المعلم ليس هناك فرق، فالمعلم تزداد خبرته بزيادة معرفته ليس بزيادة تدريسه، فيحتاج التدريب ويحتاج كثير من المهارات اللي هو يحتاجها، بالذات أنه العملية التعليمية أصبحت ليست مثل ذي قبل، يعني إذا سمح للدكتور محمد أصبح الحاجة للتدريب أكثر من ذي قبل. من قبل كان التعليم هو في اتجاه واحد تلقيني، يلقن الطالب العلوم ويحفظها وثم يطبقها في مهارات مختلفة. الآن أصبح الوضع أكثر تعقيدا، أصبح الوضع نحتاج من المعلم أنه هو يعالج مسألة تفكير الطالب، يعالج مسألة طموح الطالب، يعالج مسألة احتياج الطالب، يعالج مسألة كيف ينضج هذا الابن وكيف يرى مستقبله. المعلم هو قدوة، وهذه دائما أنا أقولها لزملائي. أنا أتذكر بعض المعلمين ولا زلت أذكرهم إلى الآن، قامات كان لهم فضل بعد الله سبحانه وتعالى في كثير من الأمور التي أنا أفخر فيها الآن وقتي الحالي. فكان من اللي علموك؟ من اللي علموني. بعضهم كنت أكتب 9 مثلهم تأسيا بهم لأنه لإعجابي فيهم. فمتى ما أحبك طالبك ومتى ما رآك قدوة سوف تصبح مثله الأعلى. جميل. فهذا المثل الأعلى يحتاج أنه يكون يعني أمثال معلمين الأفاضل اللي هم الآن في مدارسهم اللي هم بدأوا العام الدراسي اليوم، ونقول لهم تحية إعجاب، ونقول ربنا يأخذ بيدكم يعطيكم العافية، أنتم تعملون عمل صعب، تقومون على بناء جيل،
بناء الجيل لا يأتي بسهولة. جميل، أنا أستأذنكم أني أخذ فاصل وبرجع لك على هذا التعليق بخصوص المعلمين بعد الفاصل إذا تسمح لي. فاصل ومكملين، بس قبل الفاصل أذكركم بكلمة أعتبرها كذا لامعة للدكتور نامي يقول فيها أن المعلم يتطور بمعرفته وليست بسنوات تدريسه. بعد الفاصل مكملين. حياكم الله من جديد في أهلا. نتحدث عن التعليم وضيوفي هنا في الاستوديو الدكتور نامي الجهني وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية، والدكتور محمد المقبل المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي. أرحب فيكم مجددا دكتور محمد. أبدأ معك بعد الفاصل نستكمل يعني فكرة الدورات التدريبية. الآن هم في الدول الست موجودين أو في الدول الخمس بعد استثناء كندا، متى ينتهي البرنامج ويرجع وينفذ الخطط في السعودية؟ طبعا هو على مراحل، يعني الآن في خبرات ثلاثة الآن نستعد له، خبرات واحد واثنين الآن بدأوا بالوصول، خبرات واحد رجعوا كذا اسمهم خبرات واحد، خبرات واحد، خبرات اثنين، خبرات ثلاثة، هو برنامج اسمه كذا خبرات. العائدين من البرنامج الآن في مدارسهم وأيضا ينقلون الخبرة. عمل في شهر 8 شهر شعبان الملتقى التطوير المهني الأول، وشاركوا فيه أيضا بعض الزملاء، وأيضا الجامعات الأجنبية جت وشاركت معنا هنا وقدموا أوراق عمل هذا الملتقى الأول الملتقى. وبعدها حدث الملتقى. في هذا الملتقى أعلن معالي الوزير اللي هو عن البرامج الصيفية، وبدأ التسجيل تقريبا في بداية شهر رمضان المبارك، بدأ تسجيل المعلمين والمعلمات في البرامج، وضعت لهم منصة إلكترونية للتسجيل. الإقبال المعلمين على البرامج الصيفية فاق التوقعات حقيقة، وهذا يدل على يعني النقطة اللي ذكرها الدكتور نامي، المعلم الآن دوره اختلف، المعلم صار يفكر بمفهوم التطوير المهني المستمر، وهذا من الأشياء اللي الوزارة تبنت الآن مفهوم التطوير المهني بدل مفهوم التدريب. فمفهوم التطوير هو مفهوم مستمر غير منقطع، العملية التدريبية هي عمليات متقطعة، لكن التدريب هو مستمر ومترابط وله صفة البنيوية، يبني خبرات تراكمية عند المعلمين. الإقبال كان يفوق في إحصائية معينة، في إحصائية يعني كنا نستهدف تقريبا 90,000، الإقبال على البرامج وعدد مسجلين تجاوز 153,000 معلم ومعلمة. شارك معنا في هذا البرنامج الجامعات السعودية، إدارات التدريب في أنحاء المملكة كافة. المرونة في البرامج الصيفية ساعدت المعلمين أيضا على أنهم يشاركون، بالتالي ممكن المعلم، هي برامج طبعا اختيارية، في المعلم يحق لأنه يشارك في البرنامج في أي مكان في المملكة، فاللي كان في المصايف أو كذا. طبعا هذه البرامج بهذا العدد وبهذه البرامج النوعية توج هذا العمل بمنتدى الدولي للمعلم بمشاركة مجموعة من الخبراء والمعلمين الدوليين، كان عددهم أكثر تقريبا من 100 من 27 دولة، شاركوا الأسبوع الماضي مع معلمين ومعلماتنا من كافة مناطق المملكة في المنتدى، وكان في تفاعل كبير جدا حقيقة، ويعني ظهرت تجلت صورة المعلم السعودي في قضية أنه كيف يملك من الخبرة والمعرفة بمقارعة يعني ومناقشة يعني الخبرات العالمية، بل إن أحضر بعض الورش والمجموعات التركيز وأسمع يعني ما وصل له المعلم السعودي من يعني يمكن تخطى ويكون صوته هو الأعلى وهو اللي يملك الأكثر خبرة. أنا أرجع لواحدة من الأشياء، أنا سمعت صار إذا سمحت جدا، يعني سمعنا من بعض الأساتذة في الجامعات اللي تشرف على برنامج خبرات، المعلمين لما ينزلون للممارسة في المدارس قد يكون المعلم السعودي هو من يقود
العملية التغيير داخل المدرسة ويستفيدنا المعلم الأجنبي. فعندنا نماذج يعني أعتقد أنها الحمد لله تستطيع أنها تؤثر وتقود العملية التعليمية إن شاء الله. جميل. وهذا شيء مطمئن. دكتور نامي، كلام الدكتور محمد عن المعلمين وكلامك اللي سبق كلامه جميل جدا، لكن الواقع تقريبا يقول غير كذا. كثير من المعلمين يشتكون بأنه هناك فجوة كبيرة ما بين المعلم والوزارة، وأنه كثير من اشتغالات الوزارة على مستوى القرارات على مستوى العمل تكون ضد المعلمين وليست في صالحهم. أنتم في الوزارة كيف تقرؤون هذا الموضوع وبايش تعلقون عليه؟ طيب خلينا نكون شوية شفاف شوي. طبعا لأننا حديث على الوزارة، يعني جيت الوزارة من جامعة الملك سعود فحديث على الوزارة. أنت هذا أول موسم لك في أول موسم لي في الوكالة. إن شاء الله يسعدك. لك التوفيق. الله يسعدك، شكرا ويعطيك العافية. فأبغى أكون أنا يعني بحجم العمليات التي تتم في الوزارة، مهما حاولنا فعليا في الوزارة أن احنا نقرب للمعلم ونبحث عما نتلمس ما يحتاجه المعلم، يظل هناك بنسبة الأعداد يظل هناك عندنا عدة عوامل. العامل الأول اللي هو العدد، العدد كبير جدا من المعلمين، يعني احنا نتحدث عن معلمين ومعلمات فوق 600,000. الأمر الثاني اتساع الرقعة بأننا عندنا وطن كبير رقعته عالية. اختلاف المستويات، فعندنا مراحل متوسطة وابتدائية وثانوية، فهناك احتياجات مختلفة لبعض المعلمين حسب مراحلهم. هناك أيضا اختلاف بين رغبات المعلمين أنفسهم، فلو أتت الوزارة الآن وعملت استفتاء على أي موضوع معين من أجل التطوير، فنجد أنه هناك في تباين بين رغبات المجموعة الكبيرة هذه، فهذا يضطر الوزارة أنها تعمد إلى محاولة الحصول على مجموعة من الآراء التي تتبناها من أجل تطوير عمليات معينة. أنا أبغى أقول عبارة ولعلها يعني نتلمسها كثيرا بالذات في مسألة المعلم. إذا فعلا اشتغلنا مع المعلم ومن أجل المعلم فنحن نستثمر في الرأس المال البشري. خلينا نقولها بصيغة أخرى، رأس المال البشري الذي هو دائما عتاد الشعوب هو بيد الله ثم بيد المعلم، فالمعلم هو من يصنع الفرق. جميل. والله يا دكتور وأنا أسمع خطابك هذا أني أستبشر خير، لكن في خطاب آخر داخل الوزارة ما أبغى أسميه معادي لكنه غير مريح للمعلمين. كلنا نتذكر تصريحات العام الماضي، وصفوا بالشكائين البكائين وتكلموا عن إجازتهم أنها طويلة مدري قصيرة مدري وشو. يعني ليش الخطاب داخل الوزارة ما يكون بمثل خطابك الآن وأكثر تقريب للمعلمين وسد للفجوة؟ تسمح لي أنا اتفضل دكتور. خلنا يعني نتكلم عن الأفعال وليست الأقوال. تفضل. لما يكون فيه مجلس نسميه المجلس مجلس المعلمين. مجلس المعلمين، وهذا المجلس يشارك فيه المعلمين. أنا أعتقد واحد من تأسيس المركز الوطني اللي هو أن يكون هناك صوت للمعلم، وأنا أعتقد صوت المعلم يظهر من المركز الوطني. البرامج اللي تقدم هي توجه للمعلم ويشارك فيها المعلم، موجود على بوابة المركز الوطني داخل الوزارة كل ما يحتاج المعلم، يكتب مقترحاته والاحتياجات التطويرية اللي يرغب فيها. برنامج خبرات على سبيل المثال المعلمين لما يعودون بمبادرات، المبادرات اللي تقدم من المعلمين في برنامج خبرات أو غيره من البرامج اللي يقدمها المركز الوطني، هذه البرامج تتحول إلى سيات على مستوى الوزارة، يعني ممكن تكون سياسات على مستوى الوزارة اللي يكتبها ويقوم بها المعلمين. وبالتالي هذه تساعد على مفهوم أن صوت المعلم وأن يكون عندنا في رسم السياسات مثل الهرم المقلوب. طيب ماذا عن بقية، بما أنك فتحت المجال وياليت نختصر فيه لأن لسه معنا بس 4 دقائق، ماذا عن بقية الاحتياجات الواضحة اللي من سنوات للمعلمين؟ التأمين الصحي، الفروقات اللي يطالبون فيها المعلمين، المحفزات، رتب المعلمين، كل هذه جالسين يطالبوا فيها، في جديد حولها ممكن تقدمه الوزارة؟ عفوا، بالنسبة أنا بتكلم عن الأخير ويمكن باقي النقاط اللي هي عند الدكتور. بالنسبة لرتب المعلمين تقريبا يعني في تكامل مع مجموعة من الجهات، مع هيئة تقويم التعليم والوزارة وأيضا وزارة المالية والخدمة المدنية، في التصور واضح الآن أن راح يكون في رتب للمعلمين وترقي، والترقي هذا بيكون مشروط أيضا بمجموعة من الأشياء، وهذا من الأخبار إن شاء الله القريبة إن شاء الله. متى تعلن؟ يعني تقريبا هو الوزارة والجهات الأخرى الآن انتهوا من الدراسة وهو مرفوع الآن للجهات العليا لإقرار إن شاء الله. طيب دكتور على السريع، في ملفين أو ثلاثة، الإدارة العامة لخدمات الطلاب تابعة لوكالة الشؤون المدرسية، وأثير كثير من الكلام حول نقل الطلاب،
وش حكاية ال 200 ريال اللي راح تدفع؟ وهل هناك فعلا مستثنين من الموضوع مثل أسر الضمان وغيرها ولا لا؟ طبعا، بس على أساس نوضح النقطة هذه، النقل المدرسي هو حاجة وضرورة لمن لا يتوفر لديه نقل، إما لظروفه المادية أو لبعد المسافات. فالوزارة عمدت منذ فترة طويلة وهي تخصص مبالغ مالية بالتعاون مع وزارة المالية لجعل النقل المدرسي سهل ومريح لأبنائنا الطلاب. قضية الـ200 ريال هي مبلغ رمزي من أجل تحسين الجودة، من أجل تحسين العمل اللي هو عمل نقل الطلاب. عادة أنا لما أخذ شيء مجاني، إحنا وجدنا أنه من الإحصائيات أنه بعض الطلاب يسجل في النقل المدرسي في بداية العام وبعد كذا ما يستمر فيه. فعادة من أجل أن نحسن الجودة نحتاج أن إحنا نبحث عن مبلغ معين يدفعه المواطن من أجل يساعد الوزارة في الرفع من مستوى الخدمة اللي هي تقدمها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو عملية تأكيد الخدمة بيننا وبين شركة تطوير للنقل المدرسي، بحيث أنه يكون هناك عوامل أساسية لتقديم الخدمة مبنية على أرقام حقيقية لما يسجل في نظام نور. حقيقة إلى الآن الوزارة تعمل مع وزارة المالية بخصوص الـ200 ريال، لم يأتي قرار نهائي فيها إلى الآن. لم يأتي قرار نهائي؟ والتعميم اللي انتشر ولا ما هو حقيقي؟ هو الآن إحنا نعمل يعني مع وزارة المالية على تغطية هذا المبلغ بشكل أو بآخر، بحيث أنه هو هذا يكون المواطن بالذات الأسر الضمانية صريحة هي لا تدفع الرسوم هذه. لكن البقية يدفعون ولا لسه ما أقر الموضوع؟ إلى الآن إلى اللحظة هذه لم يقر الموضوع نهائيا، ولكن سوف يعني يظهر فيه. هذه معلومة جديدة. طيب والتعميم اللي منتشر في جروبات الواتساب وفي تويتر وفي كل مكان ده وش حقيقة؟ هو تعميم طبعا الـ200 هي موجودة، وهناك أمر سامي بهذا الأمر، وهناك إن من أجل رفع الجودة وإلى آخره هو موجود، ولكن تطبيقها هل تطبق هذا العام أم تطبق العام القادم؟ هل تستثنى من المقام السامي؟ هذه معلومة جديدة أشكرك عليها. إلى الآن لم يبت في هذا الموضوع. متى سيتضح؟ خلال الأسبوعين القادمة. طيب أنا باقي معي دقيقة، بأخذ نص دقيقة على السريع. دكتور، شاهدنا اليوم المقطع حق مدرسة القويعية وإغلاقها وانتظار الطلاب، وش حكايته وليش الوزارة ما نبهت الموضوع من بدري؟ هو حقيقة بكل بساطة هذه مدرسة قديم المبنى، مجدول عليها صيانة، وقد أخبروا الأهالي وأخبروا المعلمين وأخبروا الأهالي أخبروا الأهالي عن أنه هذا المبنى سوف يكون له ترميم لمدة 6 شهور، وتم لعدم وجود حسب علمي، لأنه لا يوجد مبنى قريب من المدرسة هذه، فتم استئجار مبنيين أخرين من أجل ينتقل لها هذه المدرسة إلى أن تتم عملية الترميم في هذا المبنى. طيب، فحين انتهاء بعد 6 شهور إن شاء الله يعودون للطلاب بإذن الله. بنعم، متفائل بهذا العام الدراسي وأن يكون نوعي تماما. جدا. طيب دكتور، شكرا لك لحضورك معنا ورحابة صدرك يعني على كل موقف في هذه الحلقة. دكتور محمد، في نصف دقيقة أيضا، تراهن على تغير أداء التعليم في السعودية خلال السنتين القادمة، خلينا نقول مع احتمال البرنامج التدريب؟ أنا أراهن بعد توفيق الله سبحانه وتعالى بالمعلم السعودي أو على المعلم السعودي، لأن المعلم السعودي من خلال يعني عملي معهم عن قرب أنهم راح إن شاء الله يصنعون الفرق ويحققون الكثير إن شاء الله. جميل دكتور محمد، شكرا جزيلا. شكرا لك ولكل الإضافات اللي أسعدتنا بها في هذه الحلقة. شكرا لكم. إلى الطلاب والطالبات، استقبلوا عامكم الجديد بكثير من الطموحات والتطلعات والاجتهاد، وكونوا على يقين أن المستقبل يبدأ ويكبر بكم ومعكم. هذا الكلام ليس مثاليا لكنه حقيقي، وإن لم تدركونه اليوم ربما تندمون عليه غدا. العلم والقيام القادم والوطن يثقون بكم، فضعوا المستحيلات جانبا وسيروا بقوة إلى أحلامكم. تقول إليانور روزفلت: المستقبل للذين يؤمنون بجمال أحلامهم. فاصل ومكملين معكم. الله يسعدكم.